وما زالت الحاج في حريق 2010 وتحارب محمد بن بدراوي وبقول باشمهندس محمد جلال حاتم وتحارب حمد جلال حاتم محمد بن بدراوي وتحارب الحساب الجيران بلغ فارس مصر الاول الباشا تامر ربيع قال من حريق الباشا تامر منصور مبروك لحريق الباشا الاستاذ منصور الجيران بلغ الهمزه جلال حاتم والباشمهندس محمد جلال حاتم بيقول لك اللي مفيش مصر والحاج احمد وياه قالوا في حاجه